سميرة جات البرنامج عند منقول لك تحب تستدعى بنتها على ذمة راجل، هذه المشكلة. والمرأة تحكي في حكايات اللي تبدو عندها علاقة كمان بالراجل هذا. المسألة مسألة عقوق، معناتها البنية تضرب في أمها وتدز في أمها وصلت دخلت للحبس المرأة في جرة بنتها على خاطر بنتها ماخذة راجل حسب اللي قالته هي. الراجل يبدو سيرته ماهيش باهية وأموره صفا. الحكاية الفيرسيون الأولى تبدو غريبة شوية، هاد نشوفوا وجهة النظر الثانية اللي تنجم تعدل وتصحح المعلومة. مساء الخير أميرة. مساء الخير. أهلا بك لله، شكون بحذاك؟ والله بحذايا اليوم سناء، جاتنا من سوسة. عمرها 18 عام وديجا معرسة صافي 5 موا. سناء عندك فكرة شكون سنتعاقب حذانا اليوم؟ أي شكا في حد معنا. شكا في حد. هيا بيه بيت فاضل مع زميلي حاتم اكتشف شكون سلع بحدي. سنة في برنامج عندي ما نقول لك. قديش عمرك لالي؟ 18 معرسة. معرسة صغيرة على عرس كمان 18 سنة. طب عرست عندك 5 شهور؟ عندي 5 شهور. اي متهني يا لباس صباح؟ لباس الحمد لله. العرس باهي ولا خايب؟ باهي طبعا. معناتها نحبوا باهي. اه معناتها سي توتا في نورمال، مع حد تحبوا باهي، مع حد خايب لا؟ لا هكا ولا معناتها احسنت في اختيارك وحسيت روحك على الناس. الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي. الناس قدم لك كل الناس واقل مني. ايوا باهي. المهم واحد يبدا متني هكا ليسونسيال. على كل باش قدم لك زوج مؤشرات لعل يقربوا لك. شكون اللي استدعاك الليله في برنامج عندي؟ ما نقول لك للمؤشر رقم واحد. طب قد ما يطول الليل يطلع نهارو وما يبقى في الواد غير حجارو. قد ما يطول الليل يطلع نهارو وما يبقى في الواد كان حجارو، بما معناه ما يبقى في الواد كان حجرو. صحيح مثل هذا ولا؟ صحيح. قرب لك ولا ما قرب لكش؟ شوي شوي. المؤشر رقم 2. طب الناس بكري قالوا الدنيا في الضيق توريك اللي يبيعك واللي يشريك. الدنيا في الضيق توريك اللي يبيعك واللي يشريك. وقت الضيق تعرف شكون يشريك ولا يبيعك، تعرف شكون صاحبك فات. شكون خلف هذا الستار واستدعاك الليله في برنامج عندي ما نقولك؟ همي. متأكدة؟ تشاهد معايا شكون اللي استدعاك الليلة في برنامج عندي ما نقول لك. أمك كلامك صحيح. أمك باش نحكي لك الحكاية بسرعة مش بالتفاصيل الكل. قالت خذيت راجل اللي أنت معناتها من غير موافقة من غير موافقة داركم وللراجل هذا هرب بيك ولا شنو. المهم خذيته بعد وعملت لك عرس وعرسته صبا ولاز وكل شيء. لكن أنت كل مرة تجي تتهدى على أمك تسبها تدزها. هذا حسب اللي قالته هي. تفهم فيا وهذه الكل على خاطرك معناتها تبدا بحذا راجلك يضربك راجلك راجلك سوكي باري. هي حسب اللي قالته صاحب سوابق وهي كانت على اعتراض على العرس هذا. هذا اللي قالته هي. يعني انا نحكي لك شو اللي قالته. قلت لها هي متهنئه البنيه في دار راجلها ولا لا؟ قالت لي لا. تفهم فيا. قلت لها شبيه ما تحبش تطلق وما كذا؟ قالت لي لا، بعد ما تتعارك معاها تجيني تمرجني انا وانا نقعد في المرج وتمشي وتجي وتمشي وتجي وتمشي وتجي. وصلت حتى شدت الحبس توقفت نهارين مع راجلك. توقفت نهار اي مع راجلك خاطر تبادلوا العنف في وسط مركز شرطه. اي وحكيت معناتها هو المفروض منطقيا انت شاده راجلك ودارك وحياتك الخاصه. اي وهي أمك عرس ولعي شتى رجلها ولاتها
كل واحد على روحه. حسيت فما تداخل غريب، والتداخل هذا حسيته غير طبيعي غير عادي. سالتها وصلت قلت لها قبيل، قلت لها يا مدام مش دخلك انت، انت شد دارك وهي تشد دارها، وكل واحد حر في اختياره حر في حياته. ما حبتش هذا ما فهمتوش، متهنيه مش متهنيه، وما جيتهاش وما عمري بالمره قالت لي ما تجينيش يا خويا، وتجيني انت انا تهيني وتضربني وتعمل لي كي تجيني. شنو صحيح وشنو الغلط في الحكايه؟ كله غلط اللي حكيته كله غلط. شنو صحيح وشنو الغلط؟ صحيح صحيح يعني خذيت من غير موافقتها. كتبت صداقي، جاء خطبني، تعرفنا على بعضنا، خطبني. بعد ما تعلقت به ريتني كل شيء، قالت لا ما تاخذوش. علاش؟ انا سالتك على خطيبك الاولاني. خطيبك الاولاني اللي هي اللي انت تحبه ولا ما تحبوش؟ لا ما تحبوش. انت ما تحبوش، باهي، انت المراه اللي باش تاخذ، دونك الراجل الاولاني لا. صحيح. والراجل الثاني انت قررت باش تاخذ. انا قررت باش ناخذه. امك علاش قالت لا على الثاني؟ قالت لي على الثاني ما نعرفش علاش. قالت صاحب سابق عائلة مش باهي كذا كذا، هذا أمي تحب كان على اللبس عليهم وكل شيء. إيش دخلها؟ إيش دخلها في اللبس عليهم؟ كان لبس عليها راجلك. أنت راحت بالي تحب تخويها لي بالفلوس، وأني ما نعرفش ناخوها. راحت بالي تحب تخويها كان بالفلوس. إيش معناتها؟ سهلة هي. شو معناتها تحب تخوي لك راجل لبس عليها؟ أي. علاش؟ شنو منفعتها هي؟ قل لها أنت شنو منفعتك؟ ليه ما عندك تحب كيما خاطي بنتها وهي تعرفه تحبه كان ال 24 ساعة الشهرية تتمد في يديه، ويني راجلي مش كيما هكا، هذاك حاجة من بيناتنا هي ما دخلهاش فيها. ما أنت راجلك مش صاحب سبب أخت الولد؟ لا لا ما نقولكش راجلي ما شدش حبس، صحيح شد حبس في 2008. إيه؟ شد مرة واحدة؟ مرة ولا هي مرتين شد. على شنو؟ على عركة. على عركة عادي معناتها عركة معناها ولاد حومة تعاركوا. ما عمري بالعمر جيتها ملي عرست، ما جيتهاش. شنو انت جيتها وضربتها؟ جي اخر مره هزتني من داري، ديما تجي توتوت لي لاني نخرج معاها وخلي داري ونخرج. وانت متهنيه في دارك ومريحه؟ متهنيه لبس علي. اسمع مدام سمير، انا بدي شكيت من الاول اللي فما حكايه واللي فما حلقه ناقصه. اتفضل قلت لي جيب لي بنتي، اي قدامك بنتي. يا سانيه انت متهنيه؟ بس انا اني خارجك من دارك. اي اني خارجك من دارك. خرجتيني يا عندي جي اني خارجك. ما خرجتينيش اني عمري جيت لدارك من نهار اللي عرستي. ما خرجتيش دابا شكون انت؟ اخر مره ما بغيتش يا سنه تكذب يا سنه تكذب. اني خرجتك من دارك. ما نقول لك حتى شيء خاطر امي. عمري دخلت دارك انت من نهار اللي عرستي لعمري نهار. ما دخلتش داري. اي نعرف. اني ندخل لدارك نجيبك؟ اني ما عمري جيت لدارك. تبعت لي شكون؟ تبعت لي شكون؟ يا سنه جيني بعث لي شكون اخر ما اخر مره بعث لي الصلوه هزتني من داري. انا بعث لك وانا ريتك. باهي مش مشكله شكون اللي بعثت لشكون. لا يا سي علاء انت لا مش مشكلتي هذه. اسمعني انت تحب المظاهر، انا ما نحبهاش المظاهر. راني ما نحبهاش المظاهر. انا ما نحبش المظاهر. علاش تخرج المظاهر؟ علاش انا ارتحت مع راجلي. مدام مدام نعم سمير سي بون. تو الطفله سالتها قالت لي انا متهني. لا يا سي علاء بشويه شنو لا لا تكذب يا سي علاء. لازم نتكلم ولا يا سي علاء؟ يا مدام لحظه عاد لا انا نجم نتكلم وما تقطعنيش ولا باه باه. الطفله سالتها يا بنتي متهنيه؟ متهنيه. قداش عمرك؟ 18 وشوي. راجده يا بنتي؟ الراجل مقتنع بيه؟ مقتنع بيه. عايشه لاباس؟ عايشه لاباس. تحب المظاهر؟ لا ما نحبش المظاهر. انت يا مدام جيت شكيت لها؟ لا. انت ايش دخلك يا سي علاء؟ يا سي علاء هي تجي يا سي علاء. قالت لي والله لا جيتها ولا عمري بالعمر جيتها، واني بالعكس يا سي علاء حبيتهم يا نجمعهم مع بعضهم. يا بنتي تشكي لامك انت؟ يا سي علاء يا ولدي ما نشكيلهاش، ما عمري ما جيتها. مش مشكلتي في الشكي انا، حتى لو كان هي خرجتني من داري يا ماما. امك ضربتهاش؟ والله لا ضربتها ولا حطيت عليها يدي. بلا على شنو وصلتوا للمرحله؟ يا سي علاء ضربتك يا هي جيني هي ضربتك يا سي علاء. ضربتيني قداش من مره تجي تسيحي وتضربي خواتك وتسيح علينا وتبدي في اسمع سي علاء بربي. يا سنه يا سنه ريت انت شاده راجلك في البركون وهبط عليا جره. هذاك انا موجود موجود الكلام هذا ولا راجلك ما ضربنيش في المركز وانت قلتي ننتقم في امي. ادخلي باب الحبس فما مركز وقدمتي قضيتك. فما مركز يا سنه يا سنه انا قدمتهم لك انا هذانا الاوراق اللي
والله انت وياه عملتي مرتين بالتراضي. انت قدمتيهم ونمشيو لعاد المنفذ توا اللي خرجوا العدله. قولها شو الوجه هذا يا سميرة؟ سميرة ولا سميرة موجودين الاوراق؟ سميرة لحظه يعني ما نحكيش في الاوراق وفي الحكايه. انت شفاهمني الاوراق؟ دقيقه انا اللي انبهتني في الحوار بين ام وبنتها، البنيه مرت راجل عندها حياه اخرى، انت يا مدام توا جايه تحكي لي على رجلها بي وعليه وكذا وبنتك هو رجلها. انا نحب نفهم حاجه، علاش تقول في الكلام هذا والبنيه سيئه؟ كي خلينا نتكلم، كي مازلت نتكلم يا مدام. نعم اي المراه متهنيه ولاباس وامورها واضحه. نعم انت جايه تقول في الكلام هذا باش تشربك عليها حياتها ودنيتها عليه يا بنتي. لا يا سي علاء هي حره باش تسمع. لا هي تجيني يا سي علاء. يا هاي قد جيتك فما شهود يا سي علاء. يا سمير يا سمير يا سمير يا سي علاء تكذب. لا تكذب يا سي علاء. تعمل مع بنتها هكا انت فما ام تعمل اني ام عمرها يعني اني اللي عملته اني اللي عملته اني اللي عملته خذيت انسان نحبه. عيب نتكلم عيب ماهوش عيب يا سمير. علاش تهربي عليه؟ ليه ما نهربش عليك؟ علاش تمشي لخطيبك الاخر يصرف عليك وتجي يعطيك وتمشي معاه خطيبك وتمشي ايه يا سي علاء يصرف عليه يا سي علاء؟ شكون؟ يا سي علاء تجي لخطيبها الاخر تجي للدار يا بنتي المراه معرفة يا حمصي شوي. لا 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 وقف على الكلام سي علاء وقفها. لا لا يا سميرة. نعم اللي مقلقني ما انك انت تقول حاجه والبنيه تقول لك انا متكلم. لا خلينا نتكلم يا بنت، خليني نكمل جمله. شو انا نجي نتكلم وانت تقولي لا وتخص علي؟ علاش؟ تفضل تفضل. انا البنيه قدامي، انا مش ديسكور رابورتي هذا قاطع فيه. البنيه معرسه ومتهنيه وانت تقولي لا. لا يا سي علاء تي لا امورها مثلا تخصها. لا شنو سي علاء تبعدني سي علاء سامحني شنو اللي خطيبها يصرف عليها وهي معاك؟ نعم يا سي علاء موجود ونعيطه لك واختها وكل تجي من اول من السابعه نتاعها لحد الان يصرف عليها خطيبها لولاني وهي معرسه برجلها. اسمعني سي علاء تجي تقول له راني عريانه راني جيعانه يعطيها ويقضي لها هو اللي هزها الحجامه ورجلها وين سامحني؟ يا سي علاء فزي مشي اخوها اخوها قال لرجلها قال له اني راضي بها ومستعد خليه يصرف عليها تمشي لولد عمتي يعطيها خطيبها هذاي لحد الان قبل ما الجمعه هذه قبل ما تدخلني للحبس كانت موجوده متضيفها في داره ويصرف عليها لحد الان. شنو الدليل مدام على الدليل يا سي علاء موجود كل شيء هو اللي يصرف عليها هو اللي شنو هي الدليل يا مدام؟ ما قلتلكش عاود لي الحكايه. الكلام اللي تقول فيه شنو اعطيني الدليل اللي يثبت لي هو صحيح؟ يثبت هو عندها اختها وعندها الوليد نجيبه هاي اختها يا سي علاء دخلت راجل جاي معاك قول يا سي علاء حمزه. يا حمزه مرحبا بك خويا حمزه تفضل. تعال يا كبير حمزه تفضل. حمزه اجا من وين يا حمزه؟ مرحبا بك. اهلا بك يا حمزه. شنو هي هالكلام هذا؟ نسيبتك تحكي في حكايه والمدام تاعك تحكي في حكايه. شنو الصحيح وشنو الغلط يا اخي؟ شنو هالخلاف هذا؟ الخلاف سي علاء يعني الطفله هذه مشيت خطبتها فهمني وافقت المره الاولى امها بعد ولات اشرت عليها في شروط. شنو الشروط؟ شروط جات تشوف الدار دار ملكي نسكن فوق دار يعني فهمني قالت لي ما عجبتنيش الدار طيحها وتعاودها. يا ولدي قلت لها تشوف الدنيا كيفاش تكذب. مدام سميره يعيشك ما كلمتكش. يا ولدي مكه تكذب. مدام سميره من فضلك سينو راني باش نقص عليك خلي الراجل يتكلم تفضل. يا ودي من قلت لها يعلم بيا ربي يعني وبابا كيفاش صب لك الدار مش مشكلة ما خرجتش من الدار وهذيك دارك وهذاك اللي ما خرجتش به كل مره تشرط عليا الشرط يعني ما نقدرش عليا يا اخي الشرط معناها قالت لي امشي ارهنها وامشي اسكن في خوذ دار في اكري في بلاصه اخرى المهم ما تقعدش في البلاصه هذيك. علاش؟
خاطر هي تستعار من الحومه نسكن فين. علاش انت شنو هي الحومه اللي تسكن فيها؟ نسكن فيها معناها في حي الزور يعني في حي الشعب. حي الشعب كل ولاد حي شعبي. هي ما هي غازله روحها سي علي منعش فوق من العباد فهمت علاش؟ ولا كيف منعش السله هي علاش بيهم الحي الشعبي؟ قالت لي ماكش من المستوى. انا مثلا مش خريج حي شعبي مش حي شعبي حي شعبي مش شعبي. كلنا حي شعبي كل ولاد الكل. اي الكاو سي علي قعدنا كيك ما نتفاهمش انا وياه والطفله نحبوا بعضنا انا والطفله. الطفله جاتني عجبت لي فهمني هزيت الطفله ومشينا سويتوا الوضعيه المهم سوينا الوضعيه هزيت الطفله عرست برنا نفسك متهنين لاباس الحمد لله رب العالمين نخدم ماني تو مترسم البارحه عايشين. قالت يعيشوا في كوري. ايه سي علي صحفي يا سي علي لا نجم تنادي لها جات وشافت الدار يا سي علي شوف وشوف كلامي يا سي علي لا 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 جورناليست هالة يا هالة الدار مريقلة معقولة الدار ناقصة لا لا مريقلة الدار عاد الدار محترمة معناتها يا مدام عايشة لاباس عليها لا تكذب معناها علاه تسكن في قصر انت يا مدام يا سي علي اقسم بالله اقسم بالله حتى تواليت ما تكسبهاش كانت يا بنتي راضيه راضيه مش فيها يا ولدي راضي الحمد لله رب العالمين باهي يا مدام تواليت يا سميرة يا نعم راضي قالك يا سي علي علاش تجيني اني جيتها لا استنى استنى قبل علاش تجيني فما موضوع اخر قالت لي خطيبك ولا شنو يصرف عليك رازلك موافق صحيح هذا مش كيفاش هكا تو وجدتي تخوي سامحني لا لا سامحني هنا في السؤال سامحني الله غالب انا اش عملت سي علي وصلت تبدا اني نخدم تهز نمو ما تعطي فيه للولاد خطيبها القديم ولادي قال خوفاه فهمتني هذي خطيب القديم يا واحد يعطي النمر للبنت فهمني ما تعطيش يا ولا ما نحطش ديما ما تعطيش شفنا حتى قدام الحاكم حتى قدام الحاكم حتى ولا ما نحطش يا سناء يا سناء يا سناء شكون اللي كلمتك؟ ما فهمتش عليها جيتها من لوطا جيتها بخمس سنين نبوس نحمل شيء قالت لي ما تاخذش سمير 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 علاش تكرهوا السيد يا سي علي اقسم بالله العظيم هو قول له علاش تكرهني هاي فرصه الليله باش نحيو الكل يا سي علي تي لحظه هاي فرصه الليله باش نتسامحوا مع بعض لا لا هذاك ما نسامحوش خلاص فز ضربني حدفني بياجوره من فوق سي علي يا نتسام يا سي علي انا نهار السابع نتاعي ومشيت انا وبوه روحت نبكي انا وبوها تصور سي علي عمل لنا خزر لنا كيما هكا وقال يعني ما نتشرفش بيكم اقسم بالله يا سي علي قلت كلام هذا اقسم بالله يا سي علي مين جابته هي يا سي علي يا سي علي ويلي قداش المره هي بنتها تسال حتى في العيد تكذب مشكلتها هي ريتها حتى نمشي لها اني مشيت لها في العيد الكبير انت تمشي لي مشيت اني عودت عليها وبصت عليها انت لحظه يا مدام قبلش الطفله نقعدوا في النهار باهي نحب نفهم حاجه تفضل انت دار فيك ولد حي شعبي هكا ولا الحمد لله انا شعبي ولد الجدار في الدار نتاع اللي بيع في الشرب هزيتها للمركز قول لك حاجه يا مدام يا مدام نحكي لك حكايه ما شدنيش المركز انا متربي في حي شعبي تسمع بيا علي شورب دارهم في جنب دارنا باهي واحد اكبر واحد يبيع في الشراب وفي الزطله من اعز اصحابي ودارهم بجنب دارنا اي نزيدك ولا ما نزيدكش يكون متربي اكبر خليقه في البلاد يكون متربي ما يحكيش هذاك تحكي معاه ما يحكيش هذا يضرب ديريكت ما يحكيش هذا دارهم في جنب دارنا كان نسميهم لك تو الدوخ مرداس وحليبه وبلي بلي وولد درشكو كان نسميهم لك الدوخ هذا متربي معاه ما لا معناتها ودار في الدار هذوما اولاد حومه مش معناتها خلايق ولا خاطر الحياه الشعبيه الكلها هكا الكلها هكا فيها البي وفيها الخايب فيها اللي يطلع يبيع في الشراء فيها اللي يولي مهندس فيها اللي يضرب الناس تفهم فيها ويدافع على اولاد حومته وفيها اللي ولا مثلا دكتور ولا محامي ولا طبيب مش عيب انو نعيشوا في حياه شعبيه مش قلنا عيب خلي دقيقه عاد حبيت نقول لك حاجه امك من مستوى مادي صفا هكا شويه ولا عادي لاباس لاباس مش شعبي شعبي معناتها لا لاباس مستوره شعبيه ولا ش
صبية بنت ريف يعني بنت شكات عايشة في الريف يا سي علاء على شنية يا سي علاء مش نخزر المظاهر يا سي علاء ما حبيتش تشوف المظاهر يا سي علاء مش نخزر المظاهر ولا أنا يا راني بحكي ياسر بالفلوس يا لا 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 مش نحكي بالفلوس يا سي علاء الحمد لله عايشين كالناس وأقل من الناس مش عايشين هكا يا سي علاء احنا ناس محترمين ناس عائلة محترمة هو مش محترم هو إنسان يا سي علاء يا سي علاء عائلة زيرو لا ما تسبش العائلة لا من فضلك عائلة من فضلك يا مدام يا مدام يا مدام 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 لحظة يا سي علاء علاش ما وصلتش سميرة نعم بي ما نسمحلكش أي باش تقول على عائلة عنده أبوه عنده أخوه عنده أم وتقول عائلة زيرو ما نسمحلكش لا ما عندكش حق لا لا يا سي علاء ما عندكش حق يا سي علاء ما قلتش ما عندكش حق ما قلتش يا بنتي ما عندكش حق علاش أني ما حبيتش نعطيهم شفناها تتكلم معاها دخلت فيهم يا مدام يا مرت راجل أنت إيش دخل أنت جاية أخي تحب تشربكها مع المرأة والراجل على خاطر هذاك يهاني وضربني وعرى روح عليا وسبني وهدد أخته يعمل لها في التليفون سايبي خطيبك ويجي سمير نعم أنت شنو الهدف من جيتك الهدف نتاعي وتبعدني هذيك ومانيش راضي عليها هاك انت جاي تستدعي فيك ليش باش ما عادش تجيني يا مدام انت اللي استدعيتها امراه كي نجيوك اعمل تهبل انت ما تجينيش بنتي حارمني منها انت شنو والله عيب هكا ام والله لي انت بنيه بين راجل وبين امراه والله عيب اللي قاعد صاير لا لا عليه تقطيع يا اخو انسان يحبو يا سي علاء يا سي علاء شوف كان مش عاجبك خاطره زوالي عيب عليك لا لا مش على زوالي اسمع مش على زوالي ما نسيبها لاخر صباح نسيبها لاخر شبيك باش تعطيه الدار تكتبها له والشهرية في يديه علاش قولها علاش كيفاش شنو سمير الدار مش تسكنيه فيه فما قالوا بنتي واش ترى ما دام انسان محترم محترم يا سي علاء يا سي علاء مدام السيد هذا محترم الى ان ياتي ما يخالف ذلك حتى هو محترم يا سي علاء هذا من نهار الاول كي دخل بالمشاكل يا سي علاء دخل يضرب دخل عامل فينا هو البنيه تقول لي يا سي علاء هذا مش عاديتيه على سميرة يا سي علاء يا سي علاء يا سي علاء ماكش تجي وتقول يضرب فيا ويعمل فيا ضربني كان ضربني راني مشيت نعط الله عليك ما كذبتش هاي ما شكيتش ما شكيتش مع عمره يا سي علاء ما عليك ما دام ياخذته بنتك ولا انت تو انا ما خدتش يا سي علاء انا نكذب يا سي علاء خاطر فما راجل اخر تو انت تحكي على راجل واحد اخر انت تحكي مدام المراه بنتك معرسه بيه تحكي في حكايه نعم وانت هو راجل بنتك تحكي في حكايه بربي سي علاء شكون صدق صدق مرته ولا سيبته شنو لا حد شيء حد شيء سمعني كان انت جاي هنا باش تطلقني من راجلي للموت للموت ريت للموت اخر نقطه في حياتي ما نبعدش عليه حتى حقيقي وشو قال لك طلقي انت من راجلي امتى انت حتى صغار حبك عليه بالسحورات كل مره ترمي لي حاجه في داري قالت لي صغار يا بنتي كتبت لي قالت لي ولا نجيبه اخي قلت لي ايش راني كتبت لك على الصغار على شان السنين انت اللي مشيتي كتبتي لي مش حتمه ولا انا عملوا فيه شنو كنت موجود صحيح بالسحورات قال لي ولا مدمر ما تشبكي ما تشبكي بالهزام تحار نعرف عزام هكا وش هي صحيح السحارة ذي لا يا سي علاء يمكن هو كسحارها وهزها شنو؟ لا يا سي علاء يا بنتي المراه هاي قالت لاباس تو شنو ما فهمتش ماهيش لاباس تكذب تكذب يا سي علاء يا سي علاء تعرف هذيك حتى من المرايات فوق عينيها كي نحيتها لها ما قاش باش يعمل لها وكا عايشه لا لا لابسه عملت عمليه على عينيها يا سي علاء هاي عملت عمليه ولاباس لابسه عامله عمليه لابسه مركبه عدسات جمعه تو عملت العمليه اي 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 جمعه عامله عدسات في عينيها نحيهم له حطهم له نحيهم لك مدام يا سمير يا سي علاء في حوايجي اللي هزتهم من داري فكيتهم لها معيشه في جوكي ما تسالش اني راضي اي راضي اقعد اي راضي الواش تجي تهرب منه لا ما هربتش ما هربتيش انت تبع في شكون يهز فيا هذاك ترمي لي شويه هذيك نبعث نهزك انت تبعيها ما ها انت تبعيها ما وسلم السحر نتاعك اوه سلم السحر انت مدام مانيش راضيه عليك مدام الركي لا لا يا الركي لا
لا برك انا مانيش راضيه عليك لا الدنيا لا الاخره. لا ما عملتش حاجه راكي لا تصبي لا ترى ما عملتش حاجه راكي لهنا لا فنا يا بنتي. لا الله يراكي وين راكي انت ويا يا مدام عي سلمي في راسك يا راكي يا راكي ان شاء الله وانت يا سميره انا ما تدعي عيب عليك تدعي بنت والله مانيش راضيه عليها لا الدنيا لا الاخره. ما عملت حتى شيء باش انت ما ترضيش عليا. ما عملت حتى شيء. انت ما عملت حتى شيء. ما عندناش طفله تهرب مع راجل من غير اذن امها. خاطر انت ما وافقتش علي. يا سميره. نعم. يكون منك الهدايا. لا لا. خلينا نتكلم. شو لا لا. انا مانيش راضي عليها. يا بنتي ما تحبش ما تحبش. ما حبش مانيش راضي عليها. ماهيش بنتي. نجم نتكلم. انا مش مستدعيتي كي انا مش بنتك. انا مستدعيتني. نحب نعرف علاش مستدعيتني. يا سميرة نكلم فيك. لا لا قص ستوب لك يا سميرة. نعم شوف نعم. كي نقول لك يا سميرة ونكلمك تسكت يعيشك من فضلك ومن بعد تجاوب. إذا كان الهدف نتاعك اللي جاية باش تصلح مرحبا بيك. مش قبلتها مش بنتها. خلنا نتكلم. إذا كان جاية باش تخرب العائلات والديار لا يا سيدي يا سيدي اسمعني طيب يخربها ربي باش أنا باش نخربها. ماكش انت تنوم في ربي عاد. لا ربي مش يرضى عليها قبل ما باش يرضى عليها انش راضيه. لا كي تبدا على صح. لا 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 تبدا على صح. يا سي علاء اذا اني ريتها ريتها سي علاء شنو مشكلتها هذيا؟ مشكلتها كراهب ومشكلتها ذهب ومشكلتها هذيك هو راحت بالي معناها راحت بالي معناها انسان اللي تحبه انا تحب تشري بالذهب تحب تشري بالفلوس تحب تشري بالحاجات اللي تحب عليها هي. عيش هكايا راكي شيل ديما تعيش هكايا. لاباس الحمد لله. راكي ديما تعيش عريانه لريانه. لاباس. فك ام تقول على بنتها هكا. بنتها على خاطر بنتي بنتي اذا ظاهره مشكله فلوس يا لا 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 اللي تدعي انا ما عمري ما ريت ام تدعي على بنتها هكا. لا يا سي علاء مستحيل. فاش ليه مشكله فلوس؟ تعرف ايش نقولوا؟ فاش؟ وكان متهنيه. تحبني نلبس لونسون؟ متهنيه. متهنيه. يا ولدي متهني. الحمد لله. يا بنتي قالوا لك متهني. يا سي علاء غير قدامك تو خلط لك. لا لا مشينا له بالدار وريناه. يا سميره سميره نعم اسمعني كنت نتكلم لحظه. نعم سي علاء. انا ما نصدقش فما ام في الدنيا تدعي على بنتها بالدعاه. لا ندعي عليها الخطا. خلنا نتكلم. معناتها نحسك تدعي وشامته. شامته. ندعي ليل ونهار وكل صلاه وكل صلاه وندعي عليها عليه الخطر حتمتنا عائله كامله. خلنا نتكلم. حتمتنا عائله شنو اللي عامله؟ شنو اللي عامله؟ ما يخضرهاش. هذا كل شويه توصل تجي تلعب باعصابنا وترجع تجي تحرقنا تخليني نتعارك انا وياه يضربني يعمل فيل ما تعملش وترجع اش لازها باش تجيني سي علاء؟ انا جيتك. انت جيتك. انا جيتك. يا سي علاء هي اختها موجوده. انا جيتك. يا سي علاء. انت اختي كذاب. اختي مش اختي ماهيش اختي. انت غايره من اختك. مش اخت غايره فيش غايره. انت غايره من اختك. فيش غايره من اختك. انت حطمتي حياتك. لا 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 يا سميره يا سميره. انت تحبي على المظاهر. يا سميره انا قلت ضربت الزنا. انت ما قلتش اني خذيتها غايه. انت ما قلتش خذيتها باش نحطمكم. ما قلتش موجودة سي علاء في البحر. متساش قول قول يا سي علاء موجود في البحر سي علاء. قال المركز ويعرف جماعة المركز الكل كيفاش البداية من نهار الأول. قال أني نهار اللي هي هربت عليك. المركز طردك. واسمع اسمع. قال لك هزي مرة شوات نتاعك ترشي فيا. تكذب ما تحشمش. نادر كله يحكي كيما نهار. نعم الله عليك. ماكش متربية. ماكش متربية. متربية الحمد لله. أخي ما تحبهاش بنتك هذه أنت. لا ما تحبنيش سي علاء. مش بنتي. مش كان كيعرسها وديما هكا. يا سميرة. هذه مش بنتي يا سي علاء. ديما تحايل. هذه مش بنتي يا سي علاء. وتو يجي اليوم نهار قالت مش بنتي معناها بنتي يا سي علاء. أقسم بالله لما تجي تركع لي وتقول لي يا ماما سامحني على خاطر أني حاسة اللي هي هذيك مش تتعب في حياتها يا هذاك يا سي علاء. كي ما حطهاش في داهيه خاطر قال لي اني نحب ننتقم فيها. ينتقم عليه. قال لي يا سي علاء قال لي اني ما خذيتهاش بحب اني نحب على خاطر انت فقتي باختي كذا وكذا اني حبيت نعملها بالعاني فيك هكا. اني كان يا سي علاء شويه تو قاسبك تو تجبد لي يا سي علاء. لا 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 يا سي علاء يا سي علاء اسمعني يا سي علاء اقسم بالله اقسم. وش دخلها هي في يا سي علاء؟ لا لا نعرف اني تو مانيش فيها مش دخلها. قول ايش دخلك انت؟ انت ايش دخلك في اخته؟
شنو هو؟ اش دخلك في اخوك؟ ما دخلني شيء، هو قال معناتها على خاطر انا. انا بجي يا سي علاء. يا سي علاء يا سي علاء يكذب. لا يا سي علاء على خاطر هو كي جاي خطب. مدام اش تخدم امك يا اخي؟ ما تخدمش ولا حاجه. ما تخدمش الا كانوا شدتنا نحن من عزيه من عزيه. شنو ما تخدمش؟ اش قال؟ اش قال؟ ما تخدمش؟ شنو هي؟ سي علاء اش قلت؟ قلت انت اش قلت؟ قلت لك اش تخدم؟ تخدم تلمت في الدبابس. لا نحكي لك عليك انت مش هو. استنى شكون لمت في شكون اللي لمت في دبابس؟ قلت لامه فاش تخدم قلت لك تلمت في دبابس. شكون؟ امه هو تلمت في دبابس بشرف؟ ايش تو انت ماشي في بالك تعاير فيها؟ واش عايفة؟ والله عيب عليك ولا تحشمها يا مدام. ماليش عايفة يا سي علاء. وتلمت الدبابس وتخرج الرجال خير من اللي تخرب الديار. فاش خرجت؟ والله عيب عليك. فاش نو خرجت؟ والله عيب عليك. فاش نو خرجت سي علاء الرجال؟ كيفاش خرجت؟ عيب عليك. فاش خرجت منك؟ لا عيب عليك. عيب عليك يا مرا في كلام اللي قلت. يا سي علاء مش قلت لك معناتها عيب اللي هي تلمت؟ وانت ايش تخدم يا مدام؟ يا سي علاء انا ما نخدمش. ما تخدمش. برك حاجه كبيره. المركز وصحه وعزيمه من عزاك. باش تخربنا احنا؟ اي ما نخرب لك اي نخرب. انت تجي تقول لي يا ماما يمشي ويخليني ما يحبش لا يهزني لا يسهرني حتى يجينا تبكي وتتبكى وتشكى واني جيعانه واني نكذب عليك؟ نكذب عليك؟ مش نجي انا هذه من عليا بالله ما كانوا فما صياح تقول صياح كان طلعوا عليا شافت طلعت وشافوا منين نقضي من حياتهم. لا لا نحسك عايشه في حياتهم اكثر من اللي عايشه في حياتي. على خاطر اللي عرسنا مش عايش حتى نهار به ولا باش سيبهم يا مدام خليها هي حره في حياتها. يا خليها حره. شكون شاد؟ علاش جيت امال اليوم؟ علاش شاد؟ سي علاء علاش جيت؟ هذه تبعدني وتنسى اللي هي عندها ام وعائله. لا انت ما جيتش على هذا قبيل. لا 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 ما جيتش على هذا انت. لا واني مانيش راضيه عليه. يا ودي ما حشناش بيه هكذا. خذني قبيله نحبها تطلق من راجلها. اي ترجع يا تقبلني يا تقبل الرجل. فوالا هذا علاش. صحيح. اي هذاك علاش. معناتها ام تجيني تقول لي نعم جيب لي بنتي تطلق من راجلها وترجع. يا سي علاء يا سي علاء اني ما سير مش نطلقها. شديدها بالصحيح هذيك هي مشكلة. يا سي علاء علاش ما تجيش بالصلح انت؟ علاش ما تجيش؟ علاش ما تصالحش؟ علاش تجيش؟ يا سي علاء يا سي علاء خاطر اني كرهت. علاش ما تصلحش يا مدام؟ علاش تصلح؟ يا سي علاء اسمعني عاد. لا ما نسمعكش. ما تسمعنيش حر. انت علاش ما تدخلش بالصلاة؟ لا ندخل بالصلاة عجيناها وقلنا لا نعاونوه. ولا تخليهم متهني؟ لا يا سي علاء. ولا شكون خرجها من دار؟ شكون خرجها يا سي علاء؟ شكون خرجها يا سي علاء؟ انا جيت قدمت لها قضايا وياه يمشوا بالتراضي وحدهم يمشوا. ما يلمحك مع الديان يعني نحكم فيها ما نحط ونعمل ونطلق ونهز ونصح يا ما وراك شكون خرج له عطاه نهار عدد الجلسه وقتاش؟ كان موجودين. ما مشيت لهاش وما خرجت الجمعه. سميرة. اسمع انت سميره. نعم انت جايه زعما باش تفضحوا الراجل. هذيك علاش تفضح فينا؟ استناني شو عملنا احنا؟ انت جيت الهدف نتاعك زعما تو انت عارفه بنتك مش باش تطلق. قالت لك انا متهني. شي ما فيها ما طلقش. الهدف شنو؟ الهدف تمشيش نهار اخر ترجع. انت يقولها سبعة شهور كان جي يحبها كما قال هو في المركز. قال اني كان جيت نحبها راني جبت منها الصغار. هو اللي عامل لها شيء ما تجيبش الصغار. يا حليلك غافله. اي تو شنو حبت؟ ما دخلكش هو للحبس. ريتك دخلني انيا في الاخر دخلك انت. تي انت صحابه يجيبهم لك للدار ويسكروا معاها. ثم راجل هو. لا مدام صحابه يسكروا معاها. انا تجاوزت الحدود نتاعك. خلنا نتكلم يا سي علاء. جيت خلنا نتكلم. تقول لي يا سي علاء اني في سوره نوم ويدخل لي في صحابه. انا جيت قلت لك هكا موجوده اختك وموجوده العائله. نكذب عليك يا سميره. ما عنديش اختي. لحظه مدام. ما عندكش اختك. بتشرف بيك سنة اختك. سميرة انتي لحيناها من سميرة ما تشرفش بيك. تكلم فيك راه. ما تشرفش بيك. شوف فما حدود نتاع احترام النفس. ايه انت راك تقذف في امراه محصنة. لا خليني نكلمك عاد. راه اللي ترتكب فيه ارتقي الى مستوى الجريمه. رد بالك. لا رد بالك تحاسب عليه بالقانون راه. نحاسب به. استنى حاسب به. انا نتكلم. انا مقدمه به. يا مدام اسمعني كي نكلمك تسكت يا مدام. لا من فضلك عايشك تحترم. كي نحكي معاك تسكت. شوف يا مدام اللي تعمل فيها راه يرتقي الى مستوى الجرائم. اسمعني مليح.
إذا كان سمحت لك باش نتناقشوا في بعض الجزئيات، إلا أنك تدخل في تفاصيل اللي ما تهمكش وفي حياتهم الخاصة ومثلا ما تخصكش، تجبدلوا عائلته، تجبدلوا كذا وكذا وكذا، لا حاجة ما تخصكش وما نسمح لكش. والطفلة احنا استدعيناها من دار رجلها وعلى ذمتنا، احنا البارح مشينا هكا ولا جاوك البارح ولا جاوك البارح، الطفلة متهنية لاباس الحمد لله، فرحت بالصحفيين، دارهم محترمة لاباس كذا. انا اللي شككني في الرواية متاعك توا الصحفية هاي معايا في الليكوتور تقول لي راهو الرواية اللي تحكي فيها المدام ماهيش الرواية اللي موجودة هكا ولي ومدام، ما نحبش نقول لك تكذب وما نحبش نقول لك كذا، نقول لك مدام مش موجودة، خليني نتكلم. نقول لك مدام تلاهي في روحك وما ندخلكش في الناس، تحب تخرب على دارها وانت وطرد الراجل من خدمته، عيب عليك حرام مش معقول. فاش حرام؟ حرام فيك. قالت لي ولا ما نحطمك ما سالتكش يا مدام. قالت لي انا ما سالتكش. قالت لي الخدمه اللي مكبك بها راسك عليها. قالت لي ولا خاطر هو مترسم وراجل عليك ماهوش مترسم. انت انا قلت لك انت نطلع عليك كذاب عيب، خاطر مش ولد اصل مدام، ماكش ولد اصل مدام، تبارك الله. كان جيت متربي، كان جيت متربي وجيت ولد اصل، ما نسبش على ولا لا يا تفسرت ضربتني وعملت فيه ايش عملت مدام؟ شنو انت كنت ولد اصل؟ الحمد لله. شكونك انت مدام؟ انا الراجل اسمع. لا اش قلت؟ اش قلت؟ لا عليك اش قلت؟ لا اش قلت؟ نكلم فيكم راه اش قلت؟ قلت انسان، انسان شنو؟ سالم مسخ. باه شوف مدام باش تقف عند حدك سينو باش نخرجك، نخرجك بالطريقه المناسبه. اجي اقف بحدايا سلام، اقف يا سميرة. انو نحكيه باحترام اوكي ما عنديش مشكله، اما باش نهبطوا بالمستوى انو نقذفوا الناس والمحصنات والاخلاق ودعاء ودرا شنو كذا وكذا، لا عاد تا والله كان جاي خطيبها ولا مازالوا مع الرسول صح، هذا رجلها. اي تو رجلها. هذه اول مره انا تجيني تحكي لي حكايه كيما هكا. تو المره الجايه تجيك تبكي وتشكى وتولي هكا عامله ما اكثر من هكا. مدام اذا كان الهدف تو ذكرها بي. مدام نعم خلينا نتكلم. اذا كان الهدف نتاعك باش تطلقها من رجلها نطلقها، خلينا نتكلم. هي طلقها. مازلت نتكلم يا مدام ما سالتكش. انا قاعد نتكلم. اذا كانك ناوية باش تطلقها من رجلها هذا نسالها انا سميره، نسالها سناء وكلها. يا مدام تحب تطلق من راجلك؟ قالت لك لا. يطلق شامل؟ لا خلينا نتكلم، مازلت ما سالتكش. قالت لك لا. يا مدام راجلك ماكش متهنيه معاه؟ لاباس الحمد لله. لاباس الحمد لله. قالت لك لاباس الحمد لله متهنيه معاه. باهي مدام تحب امك تتدخل في حياتك ولا ما تحبش؟ قالت لك لا من فضلك ما عادش تتدخل في حياتك. واش دخلت انت؟ انت يا مدام على جيت؟ انا جيت تبعدني. شكون يبعد صاحبه وين؟ قالت لك بعدت. انا جيتك هاكا جيران انت شنو كذاب؟ ايش هذه جيران تتخرج فيك؟ انا ما نزلش نقول شنو؟ باهي 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 مدام شنتي انت ما تقولش مدام على جيت لهنا يا سميره. انت تبع انت سميره. نعم سي علي. علاش جيت البرنامج عندي ما نقول يا سي علي؟ انا حابة تطلق من رجلها يا سي علي. طلق تبعد ما عادش. لا 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 شوي انت قبيله جيتني قلت لي نحبها تطلق من رجلها. لا يا سي علي اش تحب؟ قلت لك نحب نطلق. علاش جيت؟ هذه ما عادش تعمل لنا مشكله تجيني وتقول لي راجلي اعمل لي واعمل لي واعمل لي واعمل لي وانا جيعانه وانا جيعانه. جيت تكذب. جيت يا سناء. جيت خليني توا جيت ولا ما جيتش نقعدوا للصباح. انت جيت وانت ما جيتش. سؤالي ليك سناء بعد اللي قلدت امك توا سؤال يفتح الستار مش تسالوا لك انت يا سميره راه. هي ما تسالش. لا هي راه. لانه هي اللي باش تسال. مستعده حتى تحل الستار علي. كيفاش؟ حتى كي تحل الستار مش قبلت. اش بتضحك يا اخي؟ ماهيش بنتي خلاص. يا سميره علاش تضحك انت؟ مش بنتي خلاص يا سي علي. ومانيش راضي عليها لا الدنيا لا لا. سؤالي ليك. والله لا تتهنى حياة عمرك. خلينا نتكلم. أقسم بالله لا تتهنى. لازم تسكت يا سميرة لا. نعم ماني ساكت. سؤالي لك يفتح هذا الستار أمام أمك وإلا لا؟ جاوبك نهائي. شكرا لك. تمام. حمزة شكرا لك. السلام عليكم. مدام أنت امرأة غريبة شوية. لا سي علي مش غريبة. شنو اللي لا؟ لا سي علي. خلينا نقول لك. خلينا نحكي معك ميسيدي. ميسيدي. خذني على قد عقل. باهي ناخذ على قد عقل. ف
في العشرين دقيقة الأولانية وإحنا نحكيه حكيت لي حكاية تشبث بنتك وتحب بنتك وتحب كذا منحب على هنا خلنا نتكلم جيت لبنية دخلت فيها هي ورجلها وقالت لك قد تحب على هنا قالت لك متهنية مش متهنية تكذب خرجت متهنية تكذب يا سي علي إيش داخلة طولة إيش داخلة يا سي علي كلمني نهارين كلمني نهارين ثلاثة كي ما تلقاش في الدار يعني يقول للمرأة هذه تكذب انت ايش دخلك مدام ايش دخلني علاش تجيني يا سي علي يا سيدي بطلت قلت لك هاي ما نحلش عليك ستار جمله ما تحلش مش مستعد يا محل التوش ما تحلش يا ستار يا بنتي ما تحلش هو حتى لو كانت تحل يا سي علي منش قبلتها اللي هي بنتي مالها ليش جي مش بنتي خلاص علاش جي علاش جيت على خاطر تبعدني انت انسانه تنحلي هي لا انت يا اسمع مدام سميره مدام تنحلي هي بنت سميره هتكلم. نعم انت جيت لي غايه في نفسي اخو انا فايق بيك شنو هي انت جيت حبيت تدمر لها حياتها وحبيت تشوه لها سمعتها خلينا نتكلم وتشوه سمعه راجل نكذب عليه سمعة رجل تي خنت كل سي علي هذا يا بنتي خنت كل سي علي أنا هذاي جبته أني هذاي هذاي أني مشيت قدمت الاشتريات وعملته مضانة هي سي علي خنت كل خنت كل نجم نتكلم ولا نتكلم سي علي اسمح لي تتصنى تترى فيها كيفش عارف اسمح لي ولا جيت حبيت تطلقهم من بعضهم طلقها تي خنت نتكلم الجواب مدام في الاخر الجواب اللي جاوبوك بيه متهنين ولباس وما عندك ما مدخل متهني كم صحيح متهني متهنية والله متهنية متهنية سي علاء عدول متهني وياخ تاخذ راجل يلزم يقيم لها بواجباتها يلبسها يعمل لها كل شيء هذه إنسانة شبيك فرحانة شبيك فرحانة فرحانة أنا الحمد لله أنا عايشة لبس عليه هي مش تتعب في حياتها أمورة هي مش تتعب في حياتها سي علاء يا سي علاء يا بنتي أمورة إنسانة ما هيش تلقى حتى شنو تلبس تقولي قول هكا كل لباس على خاطر مش في عقلي شنو مشكلتك؟ مش فعقل هذيك يا سي علي شنو مشكلتك؟ مشكلتي اي مانيش راضي عليها اي سيء سيء برا هيك روحت على روحها هي ورجلها مانيش راضي عليها ومش تتعب في حياتها وانت مدام برا روح على روحها يا سي علي مش تتعب في حياتها ينجموا نروحوا تو روح يا سي علي تحية كبيرة المدام سهلة والله مش تتعب فيا يا سي علي والله غالب والله غالب هي حرة هي حرة يا سي علي تو يا بنتي هي حرة هي حرة هي حرة أنا مستغرب من حاجة المرأة سميرة تحكي بكل فرح من جوارحها كيفاش